انتهت مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي اليوم بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالتعادل الإيجابي 1-1 لكل منهما، وسجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم بالدقيقة 11، وسجل هدف ماميلودي صن داونز موسى لبوسا بالدقيقة 30، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. وبهذه النتيجة يتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد مجموع مباراتي الذهاب والإياب، لتصبح النتيجة 3-1 للنادي الأهلي. يرجى الضغط على زر لايك أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة. للاستمرار يرجى الضغط على زر لايك أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة.